الاي بي سي والسي دي صاير رولا بيناتهم. سي دي خلينا بنصها قوة، فإذا ما نخلي هذا الكيبل راح يصير انستيبل، بس تنهدم المنظومة. مو صحيح؟ يعني المنظومة بهذا الشكل، هذا الشكل، وهنجات بالأطراف. هسه أقل قوة راسا راح تنهدم هاي المنظومة، فعلى مود نوازنها رفعنا هذا الكيبل. واضح؟ فهذا صار الكيبل يسناد للمنظومة، فصارت ستيبل المنظومة مالتي. المهم هاي المنظومة ايش يقول لي بيها؟ خلينا نقراكم اياها. The rigid bar shown in figure. الريجيد بار اللي هي اي دي سي دي. خلينا بنقطة دي كيبل، هذا الكيبل المودولز اوف بلاستيسيتي والاريا مالته والطول مالته اغني، والسي دي خلينا قوة بنصها. المطلوب شنو؟ فاين ذا فيرتيكال ديسبليسمنت اوف رولر ات سي. طيب دلتا سي ريدها، واضح؟ هسه للوحده الاولى راح تنظرون لهذا السؤال، يقولون هسه الاستاذ قبل هاي السؤال شو كل حكي اكسيال منبر اكسيال فورس، منبر على اكسيال فورس ودلتا اكسيال بي ال اوفر اي. وهذا السؤال يجي للوهله الاولى، القوه ويا المنبر ايش بيها؟ عموديه. عموديه زين. لا وين؟ اذا نفس السؤال، كل سؤال الفري بودي دايجرام هو جزء كبير من الحل، فلازم تسوي فري بودي دايجرام. هاي رقم واحد، يعني دائما تسوي فري بودي دايجرام المساله مالتين وشوف شنو السؤال والمطالب وظل نفس هذا. نفس هذا، هاي وحده. رقم اثنين، مثل ما اعطينا حيله بذاك السؤال، الحيله مستمره ويا كل الاسئله. قال لي ذا ريجيد بار شوين وعبره حتى ما احترمه وسماه. بس بتجي تقول لي اي بي سي دي، حتى ما سماه ذا ريجيد بار شوين ولا عقبه ولا خلى يما كلش، لا بريك ولا ابد ولا طاني الماده مالته ولا ابد، يعني مو يما الشغل. راسا وين؟ اجى على الكيبل وظل. مو اجى راسا براسا. الاريا كله طاحن الكيبل. يعني الشغل كله. كله يعني شغل يمه. زين هو قال سبب. قال رد. نفس الوقت ما بيتمدد. يا هو رد بالنسبه لل ريجيد. ريجيد هذا بس مجرد يصير تشوهات ما ينزل. يتحرك. او يصير هي. بس مالي يصير انثناء ما ينفذ. زين. هسه خلينا نسوي فري بودي دايجرام. بهذا الشكل. هاي هاي انديتيرمنت مو نفس الانديتيرمنت. شو انديتيرمنت؟ مفصل مفصل. هسه نشوف هالديتيرمنت لو انديتيرمنت، خلي عليها الكوا ونشوف. هذا ار دي، هذا ار سي. عكسنا الار سي هنا، هذا الكيبل، هذا الكيبل راح اخلي فيه قوه تنشن، مو هي الديفولت الموجب، وهذه تنعكس هنا، خلي اسميه تي، وهذه ار اي. اذا هذا هو الفري بودي دايجرام للسؤال مالتي. هسه من اجي اباوي ما عندي لحد الان شغل يربط لي المنبر ويا قوه عموديه عليه، ما عندي. مو صحيح؟ ما عندي هالشيء. اجل هذا ايضا منبر وعلى قوه عموديه ما عندي شغل به، بس اجل هنا القى منبر وعلى اكسيال فورس. اذا ممكن انه هذا يصير بتمدد وتقلص حسب القوه اللي راح تصير به. وهي منطقية إذا تسوي سيميوليشن هندسي بالمسألة بدماغك، يعني هذه القوة شلون تنزل هاي السيستم إلا إذا هذه
نقطة صار بيها تمدد، اعتبرها لاستيكة، هاي لاستيكة وعلقنا بهذا الكيبل، هاي على مود ينزل يعني هذا لازم النقطة يصير بيها تمدد، مو صحيح؟ هسه ما سوى السيموليشن، ما عرفت هاي الكيس، شو تسوي؟ تجي لهنا تفرطت كل تنشن، فتقول لي هذا الاكسيوم ديفورميشن مالته شو يساوي؟ يلا بريئي عن طريق هاي الدلتا راح تعرف هاي النقطة ايش قد تنزل او ايش قد تصعد. هسه تنزل وتصعد لازم ايش عندي؟ لازم عندي هاي القوة. هسه مبدئيا فرضها هاني تنشن، راح نجي نحل. هسه هذا راح استفاد منه فقط بالتوازن. هسه نبدأ بهاي القطعة لو بهاي القطعة سموه ايش المومة بدي ارتي لقينا سموه ايش المومة بالاي تي لقينا طبعاً راح تطلع 37 ونص كيلو طلعت موجبة موجبة يعني الاتجاهات الخليتين صحيحات اذا هاي التنشن اذا راح يصير بيها استطالة من يصير بيها استطالة معناتها نقطة بي ايش راح يصير بيها راح تنزل بالفعل هاي الاستطالة من فوق ما تصعد مثبتة فكل الاستطالة راح تصير لي جوا فتنزل مقدار هذا النزول منه هاي دلتا او اللي هي بالبي هاي الاكسيال ديفورميشن راح تصير بهذا المنبر هي مقدار الاستطالة اللي راح تصير بهذي هذا ايش راح يساوي طبعا راح يساوي هنا 37 ونص في 10 اس 3 في 3 على 200 في 10 اس 3 في 300 راح يطلع لك مقدار الديفورميشن اللي صار بالكيبل مقدار الديفورميشن اللي صار بالكيبل واللي هو راح يمثل لي حركة بي نحو الأسفل فراح يطلع لي مقدار 1.875 ملم إذا هاي من هنا لهنا 1.875 هاي شلون القاها زين؟ هذا راح ينزل رجل او من هناك هذه السيف هسه دلتا سي الى 4.5 كنسبة دلتا بي الى 3 فمن دلتا سي راح يساوي 4.5 هي 3 في دلتا بي خلي هذه نعم راح تطلع 5.8 عرفنا شلون وصلنا للحل؟ نسوي في دايجرام ونبحث عن الأجزاء اللي هي الفون بتاع حل بأداء المنبذ بأكسيال فور يوصلنا إلى الديفورميشن مال هاي النقطة ومن عندها نسبة وتناسب يوصل المكون إلى الرجل زين هسه هذا السؤال نفسه نفس هذا السؤال وغيرت لك المنطوق المطلب مالته وبمكان ما قلت لك compute the vertical displacement of roller at point C اسمي هاي وقلت لك point delta E هذا المطلب الوحيد بالسؤال قلت لك point delta E ما بيمشي شلون نعم استاذ تكمل يوم الثلاث راح تحتاج قبل حتى تسوي تشغيل يعني انت الحال لازم مفتاح الحل عن طريق الكيبل اي يعني اذا تشوف انت طلب مو يمه طلب مو يمه جوا القوه
بس أنا واجب لازم أطلع. بس لازم مفتاح الحل هي نقطة بيج قد تتحرك. إذن الكيبل، الكيبل هو مفتاح الحل. لازم أي دلتا بي ومن طريقها ألقى كل شيء. إذن هذا مفتاح الحل من نايبني. يعني هذا البروسيجر كله نفس الشيء. زين طلع الدلتا بي على ما تنتقل من هاي الجهة لهاي الجهة لازم تمر بهاي، لأن هذا هسه الرابط أو المشترك ما بين هذا المثلث وهذا المثلث. يعني أنت هاي اللي تريدها، هاي دلتا اي. شلون أنقل هاي لهنا؟ لازم أمر للمثلث دلتا سي. فإذا دلتا سي لازم تلقاها. يعني شوف هو مطلب واحد دلتا اي، بس حط كم عليك انه لازم تلقى بي ولازم تلقى سي على ما تنتقل للجهه الثانيه. صار هسه السؤال؟